السلام عليكم حبايبي الحلوين، تلاميذي الأعزاء، تلاميذ مدرسة أشتار الابتدائية الأهلية وكل متابعي القناة، أرحب بكم في درس من دروس اللغة العربية. وتلاميذي الحلوين، تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، معكم معلمة المادة الست إيمان سعد رؤوف. حبايبي، درسنا اليوم هو درس القواعد وموضوع جمع المذكر السالم على الصفحة 61. حبايبنا، موضوع جدا جميل وبسيط، إن شاء الله راح تفهموه من خلال هذا الشرح. طبعا شرحنا في درس سابق الاسم المثنى، وقلنا الاسم المثنى اسم يدل على اثنين للمذكر واثنتين للمؤنث. وتتذكرون حبايبي قلنا نزيد على المفرد ألف ونون مكسورة أو ياء ونون مكسورة، وأعطينا أمثلة على ذلك. قلنا معلم، معلم، أضفنا الألف والنون المكسورة على المفرد في حالة الرفع، والياء والنون المكسورة على المفرد أيضا في حالتي النصب والجر. أخذنا أيضا في مثال للمؤنث، قلنا تلميذة، تلميذة بها التاء المربوطة، تلميذة. قلنا في حالة المثنى المرفوع تلميذتان، ألف ونون مكسورة ويا ونون مكسورة نضيفة إلى المفرد فتصبح مثنى. إذن تلميذتان وتلميذتين، هذا بالنسبة إلى المثنى. اليوم إن شاء الله راح نتعرف على موضوعنا الجديد وهو موضوع جمع المذكر السالم. ماذا أقصد بجمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم حبايبي الحلوين اسم يدل على أكثر من اثنين. شوفوا ركزوا، قلت جمع المذكر، إذن ماذا يخص؟ نعم أحسنتم يا أبطال، يخص الذكور فقط، يخص الذكور، إذن المذكر، إذن المذكر. ولكن يدل هذا على أكثر من اثنين، العدد اللي يصير عندي أكثر من اثنين معناه راح يصبح جمع، معناه راح يصبح جمع. إذن هذا التعريف نحفظه، اسم يدل على أكثر من اثنين. شوفوا لا أقول اثنتين لأن فقط أقصد المذكر، فقط اثنين يعني معلمين أو ولد اثنين أو تلميذين أو مهندسين وهكذا. إذن بزيادة ألف، العفو، بزيادة واو ونون في حالة الرفع، طبعا مفتوحة، في حالة الرفع مفتوحة، زيادة واو ونون مفتوحة، أو ياء ونون مفتوحة في حالتي النصب والجر. بالمثنى كانت النون مكسورة، يعني كنت خالة تحت النون كسرة، بالمثنى كنت حاطة تحت النون كسرة، ضعوا كانت مكسورة حتى تشوفون الفرق حبايبي الحلوين، كانت مكسورة. بجمع المذكر السالم راح تصبح مفتوحة. انتبه إلى المثال، انتبه إلى المثال، هنا هنا معلم، معلم مذكر، معلم مذكر. معلمون مع النون، نون المثنى مفتوحة، معلم واحد، بالجمع راح تصبح معلمون، معلمون. هذه طبعا الواو استخدمها في حالة الإعراب، والياء والنون استخدمها في حالات الإعراب. إذن في حالة الرفع، في حالة الرفع ستكون معلمون، معلمون، الواو راح استخدمها في حالة الرفع. أما في حالتي النصب والجر فراح استخدم الياء، راح استخدم الياء. إذن راح أتعلم كيف أستخرج من المفرد أو أصنع من المفرد جمع مذكر سالم في حالة الرفع والنصب والجر. إذن معلمون، معلمين، معلمين. زين الآن
راح نتعرف على حالات جمع المذكر السالم وكيف يأتي. طبعا يأتي جمع المذكر السالم مثل ما أخذنا بالمثنى، أيضا يأتي في حالة رفع، ويأتي في حالة نصب، ويأتي في حالة جر. راح نتعرف على المواقع الإعرابية التي يأتي بها الجمع المذكر السالم مرفوعا، أي راح استخدم الواو، وراح تشوفون هنا كيف أفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم، يعني شلون راح يجيني المثنى رفعة وشلون راح يجيني جمع المذكر السالم رفعة. هنا طبعا في حالة المفرد كانت علامة الرفع الأصلية المثنى، العفو الضمة، علامة الرفع الأصلية هي الضمة. طبعا أول موضوع من مواضيع الرفع هو الفاعل، أول موضوع اللي يأتي به الموقع الإعرابي مرفوع هو الفاعل، هو الفاعل. هذا الفاعل كليتنا نعرف يجب أن يسبقه فعل، يجب أن يسبقه فعل. إذن أقول يزرع الفلاح الحقل، هنا جاء الفلاح فاعل في حالة المفرد، هذا اللي أخذناه قبل في بداية العام الدراسي. في حالة المفرد قلنا الفلاح وعربناه، بعد الفعل يأتي فاعل، بعد الفعل يأتي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذه في حالة المفرد. في حالة المثنى لم تكن الضمة موجودة، في حالة المثنى لم تكن الضمة موجودة، ولكن ما الذي ناب عن الضمة؟ نعم أحسنتم يا أبطال، الألف ناب عن الضمة. إذن أقول الفلاحان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وعلامة رفعه الألف عفوا لأنه مثنى. نأتي إلى جمع المذكر السالم. طبعا جمع فلاح فلاحون، عندي أنا جمع فلاح فلاحون، عندي بحالات، طبعا عندي عدة حالات فلاحون أو فلاحين، طبعا فلاحون أو فلاحين، لكن فلاحون أستخدمها في حالات عربية محددة، وفلاحين أيضا في مواقع عربية محددة. إذن الآن استخدمت الفلاحون، ركزوا ركزوا، لماذا استخدمت الفلاحون ولم أستخدم الفلاحين؟ أحسنتم، جاءت الفلاحون هنا مرفوعة، وما دامت مرفوعة إذن سنستخدم الواو علامة رفع، نستخدم الواو علامة رفع. إذن كيف سنعرض؟ سنقول الفلاحون سبقتها فعل، إذن بعد الفعل ماذا يأتي؟ أحسنتم، يأتي الفاعل، إذن حددت الموقع الإعرابي الفاعل، وماذا يأتي الفاعل؟ الفاعل يأتي مرفوع، الفاعل يأتي مرفوع، وعندما أقول مرفوع يجب أن أقول علامة رفعه. هنا سأتوقف قليلا لأنظر ما هي علامة رفع جمع المذكر السالم. نعم أحسنتم، الواو، إذن أقول وعلامة رفعه الواو، أذكر السبب، أذكر السبب لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. إذن الآن تعرفت على أول موقع إعرابي هو الفاعل، وتعلمت أن الفاعل يجب أن يأتي مرفوعا، وتعلمت على أول علامة إعرابية لجمع المذكر السالم في حالة الرفع هي الواو، هي الواو، لأن أنا متعودة على الضمة. زين إذا ما عندي ضمة شون أكو أكيد فتشيش ينوب عنها؟ في المثنى نابت الألف، وفي جمع المذكر السالم تنوب الواو، إذن أقول الفلاحون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. سأنتقل الآن إلى موقع إعرابي آخر أيضا يأتي مرفوعا. ما الذي يأتي مرفوعا عندي؟ نعم أحسنتم، المبتدأ والخبر أيضا يأتي مرفوع، المبتدأ والخبر أيضا يأتيان مرفوعا. إذن المهندس ماهر في حالة المفرد، شوفوا استخدمت الضمة، يعني أنا تعمدت أنطي في حالة المفرد حبايبي حتى تشوفون الفرق،
وتتعودون على كيفية الإعراب وتشوفون ما هي العلامة كيف تتغير في المفرد في المثنى في الجمع. إذن المهندس ماهر، المهندس واحد مفرد هنا في حالة الجمع. إذا المهندس مفرد في حالة الجمع ماذا سيصبح المهندس؟ نعم أحسنتم، المهندسون، ستصبح المهندسون. إذن وبما أنا في صدد الرفع في المبتدأ والخبر، إذن المهندسون كل اسم يأتي في بداية الجملة يعرب مبتدأ. نعم كل اسم يأتي في بداية الجملة يعرب مبتدأ. نعم ممتاز، إذن المبتدأ يأتي مرفوع، إذن أقول المهندسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، نعم أحسنتم، الواو، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. بالمناسبة هاي الفتحة ما إلي علاقة بها أبدا بالإعراب، فقط تبين أن نون جمع المذكر السالم، عفية بالشطار، مفتوحة، نون جمع المذكر السالم مفتوحة لكن ما إلها دخل بالإعراب نهائيا. إذن أرجع أعيد أقول المهندسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وماهرون أيضا الخبر يتبع المبتدأ بالإعراب، أقول ماهرون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. سننتقل إلى الحالة الأخرى التي يأتي بها جمع المذكر السالم أيضا مرفوعا. انتبهوا إلى الجملة حبايبي بتركيز، هذا الموضوع شرحناه قبل في المثنى أيضا دخلنا عليه وفي جمع المذكر السالم. الآن كان وأخواته تدخل على المبتدأ والخبر، كليتنا نعرف كان وأخواته تدخل على المبتدأ والخبر، ما هو عملها؟ نعم ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. بالمثنى إذا تذكرون استخدمنا الألف علامة رفع وأيضا بقت الياء علامة نصب. أنا سبق وأن يعني قلت لكم، قلت بأنه الياء راح أستخدمها في حالة المثنى وفي حالة جمع المذكر السالم. فقط في الرفع راح تتغير عندي علامة الإعراب. بالمثنى كانت الألف، جمع المذكر السالم وكما تعلمنا في الأمثلة السابقة وفي المواقع الإعرابية السابقة اللي هي الفاعل والمبتدأ والخبر، قلنا الواو هي علامة رفع جمع المذكر السالم. إذن ما زال جاء هذا الموقع الإعرابي مرفوعا بأن اسم كان، فسنعرف نقول الزائرون اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وقلنا لا علاقة لي بهذه الفتحة، فقط تذكرني بأنه نون جمع المذكر السالم مفتوحة. هذا بالنسبة إلى الرفع. الحالة الأخرى راح تجيني أها أحسنتم يا أبطال، خبر إن وكأن، خبر إن وكأن. إذن ما هو المرفوع بالنسبة لإن وكأن؟ نعم خبرها هو المرفوع. إذن إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، يدخل على المبتدأ والخبر، ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. أنا الآن ماذا أبحث عن من؟ نعم أبحث عن المرفوع، أبحث عن المرفوع. إذن الزائرين الآن أستبعدها لأنها منصوبة، راح أجيها إن شاء الله بالأمثلة الأخرى. راح أخذ فقط مسرورون، راح أخذ مسرورون، لماذا؟ لأنها المرفوعة، مسرورون، مسرورون. إذن خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. هذا كل ما يتعلق بالموقع الإعرابي
اللي يجيني بها جمع المذكر السالم مرفوع. الآن راح أنتقل إلى النصب وكيف يأتي جمع المذكر السالم منصوبا وما هي علامة نصبه. إذن كليتنا نعرف مواقع إعرابية للنصب أيضا اللي شملت أول الموقع الإعرابي اللي دائما أستخدمه بالنصب هو المفعول به. المفعول به يأتي منصوبا، المفعول به يأتي منصوبا. إذن هنا راح تتغير علامة النصب من الواو في حالة الرفع إلى الياء علامة النصب. هذه لازم تنحفظ حبايبي الحلوين، علامات الإعراب لازم تحفظ على الغيب، لازم تحفظ. يعني شلون ما نحفظ جدول الضرب؟ يعني إذا ما تحفظون علامات الإعراب في حالة الرفع والنصب والجر راح يكون الإعراب شوية صعب عليكم، وإن كانت العلامة يعني الحرف الإعرابي موجود. يعني أنا أول بس قد يجوز يتوهم البعض يقول بأنه الفتحة علامة نصب، لا صحيح الفتحة علامة نصب لكنها بالمفرد، ولكنها بالمفرد. هنا وضعت الفتحة فقط لدلالة النون لجمع المذكر السالم بأنه نون جمع المذكر السالم مفتوحة، لكن القاعدة الأصلية لجمع المذكر السالم بالنصب علامة نصبه هي الياء، هذه تحفظ حتى لا تخربطون بالإعراب حبايبي الحلوين. إذن سأتي إلى الموقع الإعرابي كيف يأتي. إذن هنا الموقع الإعرابي للمفعول به يسبقه فاعل وفعل. إذن في بداية الجملة للمفعول به تكون فعلية، لماذا؟ لأن بدأت بفعل. كرم فعل ماض مبني على الفتح المدير، وبعد الفعل ماذا يأتي؟ يأتي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لمن كرم المدير؟ نعم المجتهدين. يعني لا يخطأ البعض ويكتب لي المجتهدون غلط، لماذا؟ لأن المفعول به يأتي منصوبا، وأني يجب أن أحفظ بأنه الياء هي علامة النصب. الياء هي علامة النصب. إذن أقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. راح أرجع على الحالتين اللي يأتيني بها الجمع المذكر السالم منصوب. هذه الحالتين اللي دائما أخذناها ومثلنا بالصف بإيدينا، يعني لوينا بإيدينا، خلينا واحدة بعكس اللخ، خلينا كان بهذه الإيد وإن بهاي الإيد، والاسم والخبر أصبح بالعكس. إحنا نفس الحركة حبايبي. إحنا شوفوا بالرفع اسم كان وخبر إنه، بالنصب راح يجيني خبر إنه والعفو خبر كان واسم إنه بالنصب. إذن الموقع الإعرابي الآخر اللي راح يجيني الآن هو خبر كان وأخواته، يعني خبر كان، خبر أصبح، خبر أمسى، خبر صار، خبر ليس، كل أخوات كان، كل أخوات كان. أنا اختاريت لكم فقط كان وتعبر عن باقي، يعني نفس باقي الأخوات تعرب نفس الإعراب. إذن كان تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع المبتدأ اسم الله وتنصب الخبر خبر الله. إذن كان الزائرون اسم كان معلية، أخذتها في حالة رفع. الآن الموقع الإعرابي في حالة نصب اللي هو خبر كان. إذن كان مسرورين، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن يجب وأذكر وأكرر وأعيد أن الياء هي علامة نصب جمع المذكر السالم وليست الفتحة، وليست الفتحة. إذن مسرورين، خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الموقع الإعرابي الأخير في حالة النصب هو اسم إن، اسم إن وكأن، إن اسم إن وكأن. إن الزائرين، إن الزائرين مسرورون. الزائرين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم.
أذكر للمرة الأخيرة أستبعد الفتحة لا تكون علامة نصب في حالة جمع المذكر السالم ولكن تكون الياء. إذن أعيد، الزائرين خف اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن صار عندي ثلاث حالات في حالة النصب أيضا، وهو خبر كان وأخواته واسم إن وكأن والمفعول به المنصوب. هذه ثلاث مواقع إعرابية يأتي بها جمع المذكر السالم منصوبا، ولكن ما هي علامة النصب؟ نعم أحسنتم يا أبطال، الياء هي علامة النصب. نأتي إلى الحالة الأخيرة لحالات جمع المذكر السالم وهو الجر، حالة الجر. طبعا كليتنا نعرف الجر يأتي الاسم مجرور إذا سبق أحد حروف الجر، يأتي الاسم مجرور إذا سبق أحد أحرف الجر. طبعا هذه أحد أحرف الجر نتذكر شوية بها، من، إلى، على، عن، في، والباء والكاف واللام، هذه حروف الجر. متى يأتي الاسم مجرور؟ عندما تسبق أحد حروف الجر، عندما تسبق أحد حروف الجر. ولكن هنا إذا تشاهدون حبايبي أيضا الياء، إذا الياء راح أستخدمها في الموقع الإعرابي اللي جاء في حالة نصب والموقع الإعرابي الآن اللي يأتي في حالة جر. إذا أعرب الجملة كالآتي، أقول سلمت، طبعا فعل زائدا فاعل، هاي في تاء الفاعل، وعلى حرف جر المخلصين اسم مجرور. ليش يأتيني؟ لأن بعد حرف الجر يأتي اسم مجرور. إذا هذه أحفظ أيضا، مثل ما أحفظ اسمي بأنه الياء علامة جر، الياء علامة جر. هذه ما تخربطكم، ليش؟ لأن المفروض علامة الجر في حالة المفرد كسرة، أنا ما عندي كسرة، ولا يجوز أن أقول الفتحة علامة جر، لا يجوز، خطأ. إذن أكو من ينوب عن الكسرة هي الياء. إذن أقول اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. نعيد، على حرف جر المخلصين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن جاءت الياء في حالتي النصب وفي حالة الجر كما هو مبين في القاعدة اللي أخذناها. هذا التطبيق اللي قلنا بزيادة واو ونون مفتوحة في حالة الرفع وياء ونون مفتوحة في حالتي النصب والجر. وتعرفنا أيضا على أمثلة، قلنا معلمون، معلمين، معلمين. أيضا عرفنا على الحالات التي يأتي بها جمع المذكر السالم مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. حبايبي الواجب البيتي رح يكون كتابة وحل تمارين على الصفحات 65 و66 و67 و68 و69. هذه كلها رح نكتبها، طبعا عندنا مجال إلى أن نلتقي طبعا في الدرس القادم، يكون عندنا مجال تقريبا الأسبوع، تحاولون تكتبون وتحلون حبايبي هاي التمرين. وكما قلت وأنبه، أي إشكال أي شيء تدخلون على موقعي الخاص وتسألون أي سؤال، وإن شاء الله أنا ما أقصر بالإجابة. حبايبي أتمنى أن قد وفيت في شرح موضوع جمع المذكر السالم. ألتقيكم إن شاء الله على أتم صحة وعافية وفي دروس مقبلة إن شاء الله. شكرا لإصغائكم جميعا وفي أمان الله.